next 2 hours حنحاول نحكوا على الـ questionnaire designing. لو جينا للريسيرش بروسيس ستيبز بتاع الريسيرش بروسيس تبدا من ديفايننج ذا بروبلم فورمولايتنج انيشال ريسيرش كويشن بعدين ريفيوينج الليتريتشر بعدين ريفايننج الريسيرش كويشن وبعدين فورمولايتنج هايبوثيسز اذا كانت الدراسه تستوجب وجود هايبوثيسز بعدين سيلكتنج الريسيرش ديزاين بعدين كولكتنج الداتا وبعدين انالايزنج اند انتربريتنج انالايزنج الداتا وانتربريتنج الريزلتس وبعدين reporting the research اللي هو writing the article والله تقدمه في presentation. احنا اليوم اللي نحكي على الكوشنير حنركزه في البارت هذا هي data collection. الكوشنير هو data collection method. data collection methods في الريسيرش multiple باهي يبدأ من الانترفيوز هذين خاصة في الريسيرش اللي هن qualitative والله في الريسيرش في social sciences هذين يعتمدوا على الانترفيوز والله استخدام الكوشنيرز أو الobservation أو examining documents أو examining audio and visual materials والله الexperimenting هذين كلهن methods of data collection. احنا حركزوا اليوم على الquestionnaire as one of the methods of data collections. So what's questionnaire؟ لو بندول على definition شنو definition بتاع questionnaire؟ استبيان باللغة العربية يديروا استبيان أو استبانة جماعتنا هنا يقولوا استبانة قال لك الاستبيان هو البروسس الورقة هي الاستبانة هاي شنو هو الاستبيان questionnaire is a data collection tool consists of a series of questions هاي and other prompts for the purpose of gathering information from the respondent الهدف انك تجمع معلومات WHO معرفتك questionnaire is simply a list of mimeographed or printed questions that is completed by or for a respondent. The questionnaire is the backbone of the surveys. يعني عادة لما ندير لما ندير questionnaire فهي نوع من تطبق في cross sectional studies. انك حتاخذ سامبل من من population او لو كان البوبوليشن كلها اكسسبل ممكن تجد سيرفي للبوبوليشن كلها وتوزع عليهم الكوشنير وتشوف الاجابات فهو غالبا تايب اوف ستدي اللي فيها كوشنير هي ستدي ديزاين هذه غالبا حتكون كروس سكشنال ستدي. طبعا تاريخ الكوشنير هذا الشخص اللي ابتدع او ابتكر الكوشنير اللي هو سير فرانسيس غالتون بريتش انثروبولوجيست في نهاية القرن التسعتاش باهي طلع الكوشنير وتطور طبعا خلال المية وعشرين مية ثلاثين سنة اللي فاتن أصبح يتطور الكوشنير وصل للفورم بتاعنا احنا تو. الأدفانجز بتاع الكوشنير شن ميزة استخدامه علش احنا تو متعبين أرواحنا من نتعلمه لأن له ميزات طبعا باهي. أول ميزة إن الكوست تعلو من أرخص أنواع البحوث شن بيكلفك؟ زمان كلف في ورق تو حتى الورق ممكن ماش مستحق انت باهي كلف في جهد صح وكذا لكن فاينانشلي ما يستهلكش شيء من الريسيرش اللي ما يحتاجنش كثره فند بعكس تدير لي اكسبيرمنت مرات علي 30 مايس والله حاجه تكلفك مئات والله الاف الدولارات فهو ميزته انه لو كوست. تو طبعا نقعد نحكي لما تخطم حاجة جاوبتوها في البري تيست بدري عبد راجع فيها هي كانت هيك إجابتك ولا لا باهي. الميزة الثانية أن large sample can be easily used ما فيش تقدر targeting حتى آلاف بسهولة لما تحطهم في إيميل وتدزهم عندك قائمة دزهم send for all في دقيقة يوصل للجميع باهي بعكس لو أنك تبي تدير انترفيو كم تقدر تدير مقابلة مع واحد؟ فميزته انه يغطي لك لارج سامبل بسهولة. واي جيوغرافيكال اريا كان بي ايزلي كفرد. يعني انا تو لو بناخذ اوبينيون بتاع ما
مثلا تخصص معين في الطب مثلا تاع مثلا البيدياتريشن باهي في ليبيا بسهولة. أنا ننزل إيميل لكل البيدياتريشن اللي في ليبيا باهي. لو بتدزها في العالم بنفس الشيء. مرات كان تعطني جانكا منتم إيميلات فيهن سيرفيز فيهن كوشنيرز مرات من العالم الآخر باهي بسهولة، تغطي مساحات جغرافية كبيرة. free from interviewer bias، انت هنا ما لكش علاقة، دزيت للأسئلة وهو حيجينك إجاباتك، بعكس المقابلة تسأل فيه مباشرة وتناقش فيه وكذا، وانت اللي تكتب في النهاية في الإجابة اللي اقتنعت ان هذه اللي طالعة منها. هذه فيها bias، فيها تحيز، انك انت هنا دائما موجود السبجكتيفيتي بتاعك قاعدة في الانترفيو، بينما هنا totally objective. هنا يعني تخيلوا الانترفيو كأنه oral exam وهذه كأنه MCQ باهي، فما فيهاش هذا objectivity من قبلك انت يعني. الانترفيو لما تسأل سؤال بيجاوبه توه، بيفكر فيه توه بيجاوبه توه، ومرات ما تزعفاش ذاكرته او ما يكون يقول لك والله انا ما كانش هذا قصدي اللي نقوله، كيف وقتها ما اخترتش علي هيك، لانك انت قدامه هي الاجابه. بينما هذا حياخذ كوشنير يقعد عنده يومين ثلاثه اسبوع شهر بالرواق، كل سؤال يجاوبه براحته. Respondent who are not easily approachable can also be reached conveniently. تخيل الكوشنير هذا بتوزع على وزراء باي بالطرق الاخرى بالانترفيو، وني كيف بتطق فيها، كيف بتخش عليها، امتى تحصله، حتى لما يوافق حتقمز برا نهار كامل، نهار شويه لا مازال مشغول غارني. بينما هنا انت بسهوله تدزه له ويقعد عنده امتى ما يديره يديره، فتقدر توصل به حتى للناس اللي صعب الوصول لهم في الوقت العادي. كل حاجه لها ميزات ولها عيوب. شنو عيوب الكوشنير؟ ما اللي يقدر يتخيل عيوب كوشنير؟ ما حدش يجاوب، كلكم جربوا فيها باي، جربوا فيها بالطريقتين، يجنك كوشنير وتسيب فيه ما تردش عليه باي صح؟ كلنا جينا سامحت الله نتجاهلوا فيهن، وانت تدير كوشنير تدزه وناس تردش عليك تمام. غيرها time consuming يعني الى حد ما باهي. غيره ما ممكن واحد يجاوب له غراء وكمل له وخلاص باهي صح. غيره open ended question ها ها يسيب الاجزاء هذه ف low response rate باهي. needs educated and cooperative responders. صعب ان واحد ما يعرفش يقرا ويكتب يدز، الا ان بتضطر انت تقراه له وتقعد تعبي مكانه. وcooperative مملات جربوا فيه، نحن جنك تجاوبه مره ومره ثانيه تقول ماليش مجاوب، تبي واحد عنده cooperation مش ديما يجاوب questionnaires. Respondents may not be truly representative. هذه خاصة في الإلكترونيك questionnaires، لأن السامبل باش تقعد representative لازم تكون random، مأخوذة بطريقة random. لو ما كانتش السامبل random معناها في bias هنا في السلكشن، مرات جاية للجروب اللي فيهم خصائص معينة ومستثنية جروب فيهم خصائص أخرى. لما تستخدم الايميلز انت دز بين والله الالكترونيك، مرات انت مش ضامن الناس هذول فعلا هم اللي يمثلوا والله لا. يعني اعتقد انه حتى لما بين الكوتشنير افيلبل اونلي اونلاين، فذس از نوت راندوم بيكوز يو ار اونلي تارجت الناس اللي هم عندهم الاكسس وعندهم اصلا الادوكيت انهم يستخدموا الانترنت باهي. غير هيك فيها مشكله اخرى، مرات واحد اذا خاصه اذا كان اللينك حطيته، مرات شخص واحد يخش لك 100 مرة ب 100 اكونت ويغير لك نتائج الريزلت. هو مثلا هو فيه، تخيلوا ان هذه حاجة بوليتيكال كوشنير على توجه سياسي معين او باهي، حتجيك الجهة اللي تبي تقاوم مثلا الفكرة اللي قاعدة هنا او اللي معاه تبي توصل فكرة معينة، يديروا كيف الجيش الالكتروني ويخشوا والاف يعبوا لك لهني في اتجاه كلهم اجرينج على الفكره هذه والله اجينست ات، ويخربوا لك وتقعد انت تقول هذا كلام ساينتفك. هذين عيوب
في الكوشنيرز خاصة الإلكترونية. Respondent may misinterpret the question thereby limiting the validity of the results. إذا كان هو السؤال فهمه غلط حيجاوبه غلط وغير لك النتيجة، مش لأنه هو مهكي، لأنه هو يحسب هكي معنى السؤال أو يفهم بطريقة غلط. لازم أنت في البداية تكتب clear instruction about how to complete the questionnaire and requesting that all items to be answered completely. باش ما يجدش واحد يجلب لي في الأسئلة يقول ضروري تكملهم كلهم واقضى عليهم، ويديروا في بايلوت تيستينج تنفقوا عليها بعدين. ما تجرباش أول مرة على السامبل بتاع الدراسة، لازم تدير بري تيست قبلها باهي على سامبل أقل وتكتشف المشاكل. هنجوم بعدين كيف نديروها. عندنا 3 تايبس ولا 3 فورمز من الكوشنيرز، في الانستراكشرد والسيم ستراكشرد والستراكشرد. اوكي، الانستراكشرد هذا اللي يعتمد على الاوبن كويشنز، اوبن اندد كويشنز، باهي اللي هو يسالك سؤال وسايب لك شنو تكتب انت لو ضع. انا ما نفرضش عليك خيارات تختار منهن. ما هو رايك مثلا تو في هيك في 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 بروجكت بتاع بتاع تا دراسة نفكروا فيه زي ما درناش، لكن لما تجد فيه فينومينا جديدة وانت ما هيش مدروسة الظاهرة هذه، قد تكون فيها اوبينين مختلفة موجودات. كل واحد لو هسألك من انت هو سؤال، شنو رأيك في اسباب توجه طلبة الجامعة للمعاهد الخاصة؟ يسيب المحاضرات بتاعه اللي في الكلية ويمشي يحضر في معهد خاص. كل واحد فيكم عنده اوبينين، عنده تفسير، قد يكون صح قد يكون خطأ، قد يكون هو بارت من التفسير، لكن هل في scientific answer؟ هل في دراسة دارت فعلا تقول بها بأرقام وكذا وتقدر حتى تقدمها أنت كبروبوزل لحل المشكلة؟ ما فيش. لو فرضنا احنا بنبدأ ندير الدراسة هذه ظاهرة مش مدروسة عندنا على الأقل، أول ما حتبدأ صعب أنك تدير كوشنير بنقاط اختار منهم. تبدأ بـ exploratory، سووا في exploratory questionnaire، هذين البدايات بتاع البحوث qualitative research، هذا open ended questions. ممكن نشكل مجموعة أسئلة 3-4-5 أسئلة مانيش عارف إجاباتهم شنو حيكونن، معنى open ended إن الإجابات قد تحتمل أي شيء، ونوزعهن مثلا على مجموعة من أعضاء التدريس، أخرات على مجموعة من أولياء الأمور، وكوشن هاي مجموعة من الطلبة اللي يمشوا يحضروا غادي، وكل واحد بحسب هو قناعاته وخبرته وكذا يبدا يكتب لي فيهن. هيبدا يجمع عندي مجموعه من الاجابات، يبدا عندي كيف الثيمز، انه والله هيك في حوالي 4-5 مواضيع واضح انه بديت يتكرر من الجميع، كان هذين هن اساسا المشكله. ناخذهم بعدين نحولهن الى كلوز اندد كويشنز. فهذه البدايه لما تبدا باوبن اندد كويشنز تو كولكت كواليتاتيف داتا، أنا ما فيش أرقام ونسب، مش هنحسب شيء، كل واحد يكتب، اكتب لي شنو رأيك، اكتب والله أعتقد أن السبب مثلا ضعف المناهج أو ضعف أعضاء التدريس أو عدم حضور أعضاء التدريس للمحاضرات أو ضيق الوقت أو مش عارف عدم سعة القاعات أو حيكتب هو كلام qualitative data. تبدأ أنت تدير في analysis بعدين تجمع فيهن هذه نفس الإجابات بطرق مختلفة، اللي قلت ثلاثة إجابات هذين يجن تحت جروب معينة، تبدأ لهم في categorization وتبدأ تتكون عندك الصورة الأولى. هذين هن لما نقولك نبدأ من سكراتش، هذه تبدأ من سكراتش لما تدير questionnaires هذين open ended، ما عندكش أي فكرة على الموضوع، أسئلة مفتوحة كلها. هاي هنا هي generating the hypothesis. أنت الآن ما عندكش أي فرضية ليش الطلبة يتجهوا للمعاهد الخاصة. بعد الكوشنير هذا يبدأ يتشكل عندك الفرضيات الأفكار، فهنا هي أنت ما ماكش تيستينج هايبوثيسس بالطريقة هذه، أنت جاست جينيريتينج الهايبوثيسس. النوع الثاني طبعا هنا السامبل مش ضروري تكون كبيرة، عادة أقل من 30 في الأوبن أندد كوشنز، لأن غالبا حيبدأ تتكرر الكلمات، بس أنت سلكت البيبل كويس خلاص يبدأ بين الإجابات يتكرر. لو درت حتى 1000 حيطلع نفس الإجابات، حيستهلكون 30 هذول، وصعب الأناليسز في الكلام الدش هذاي لأعداد كبيرة، فغالبا السامبل بتاعه صغيرة. هذا أول نوع من الكوشنيرز اللي هو الأوبن أندد
او الـ unstructured questionnaire اللي معتمد على open ended questions، وهذا ديما قلنا هو البدايات لو الموضوع مش مطروق، لو الموضوع مدير عليه من قبل وكان عندك عليه enough data، عايش تضيع وقتك في هذاي، تمشي اللي بعدها على طول. عدد كافي بالنسبة لهذين، لأن هذه qualitative research مش حتدير فيها نسب وإحصائيات تقول 30 عدد شوية. هذيك في لما تبدأ في quantitative الإحصائيات قد يكون 30 شوية السامبل، لكن هذا qualitative فيش فيه أي إحصاء، هذا بس الأفكار اللي بنضمن الأفكار كلها انكتبن باهي. وغالبا وفي وحدين ما يقول لك 30، يقول لك نوصل للساتوريشن. الساتوريشن كيف تعرفه؟ لما الأفكار يبدأ يتكرر، يقول لي أنا مثلا مع 30 مازال في أفكار جديدة، درت 10 أخرين 40 مازال في أفكار جديدة، دير 10 خلاص ال 10 ل 50 أفكار مكررة كلها. ها بالضبط أنت هنا وصلت للساتوريشن، معناها ذاتس إناف. لكن بالإكسبيرينس تاع الناس اللي تدير فيه لقينا يوجوالي في موست أوف سيتويشن يو دونت نيد مور ذان 30 باهي. هذا فورمال ستاندرايزد كويشنير يوز كلوز اندد كويشنز وذ فيكسد الترناتيفز. هنا تغير، انا طلعت مثلا لنفترض طلعت بالكويشنير الاول بتاع اكسبلوراتوري اللي قلت لهم اكتبوا لي شنو اسباب اتجاه الطلبه للمعاهد الخاصه، طلع لي مثلا تكرر خمس اسباب. تو ناخذ كل سبب نحوله الى سؤال، وهنا قدامه كلوزد اندد قدامه يس او نو، يا قدامه ريتنج سترونجلي اجري اجري نيوترال دونت اجري سترونجلي ديس اجري، فهي تحط لا اجابات محدده لازم هو يختار منهن. هنا تم كلوز اندد، هو ما عندهش خيار يكتب اللي في راسه، مجبر حتى يقول انا بس عندي اجابه واحده اخرى، انتهت تبي تختار واحده من هذين. هذه تديرها لما يجد عندك انت اصلا ماتيريال تستخدمها، لكن لو ما عندكش ماتيريال تستخدمها تبدا بهذا قبل. ام سي كيو كان ام سي كيو بالضبط. كولكت هنا كوانتيتيف داتا، هنا مش حيقدني هنا نحسب في ارقام، كم في المية اختاروا الخيار A، كم في المية اختاروا الخيار B، كم في المية اختاروا C، كم في المية قالوا يس، كم في المية قالوا نو. باهي لا لا كان كان بي هم حتى ترو اند فولس تايب اوف ام سي كيو، هو مالتيبل تشويس ما عندكش تشويس واحد انت باهي، فعندك يا ترو فولس صح انه تو لكن هن مالتيبل باهي. تونجون بعدين تفاصيل الاسئله كيف يندارن، يوز تو تيست هايبوثيسيس. انا في الاولى كنا جنريتنج هايبوثيسيس، انا مانيش عارف تو طلعوا لي حوالي خمس اسباب نبي نختبرهن تو هذين هل هن فعلا صح ولا لا. طبعا هنا لازم يكون لارج نمبر لانك بتدير احصائيات statistics، فما عادش ينفع مور ذان 30 يوجوالي مور ذان 200 ممكن توصل حتى الاف احيانا. طبعا السامبل سايز قصه بروحها، كالكوليتنج السامبل سايز هذه لها يعني ميثودولوجي بروحها، كل ريسيرش يعتمد على البوبيوليشن اصلا كم، يعتمد على الباور اللي انت تبيها للدراسه بتاعك كم، يعتمد على الكونفدنس انترفال اللي انت تبيه كونفدنس ليميت اللي انت تبيه كم، فهي يعتمد على فاكتور وجداتي يتدخل ويقول لك هذا السامبل سايز المناسب كم، يندى في معادلات طبعا طور سوفت وير يحسبن فيه. ف يوجوالي عاده هنا قلنا فوق ال 30 وعاده فوق ال 200، لكن الرقم الحقيقي كم يندر لك كالكوليشن بالضبط. ثالث نوع سيمي ستراكشرد اللي هو ميكشر من اثنين، وهذا هو الاكثر شيوعا. دائما انت ما فيش موضوع نييف عمره ما واحد دوا فيه بكل، وما فيش موضوع ما عاش فيه ما ينحكى. دائما حتلقى موضوع فيه حاجات واجده تقدر تحولهن الى كلوزد اندد كويشنز، لكن ما زال انت في بالك كم سؤال محتاجات الناس تعبر عليهم. لو انتم تشوفوا مثلا الاستبيانات اللي في نهايه المحاضره يديروا فين يجان كم، هن كويشنيرز في وحدات كلوز اندد تختار اجابه يس اور نو ولا تعطي درجه ريت من واحد لخمسه، ووحدات لو تقول لك اكتب انت شنو شنو رايك والله شنو تقترح والله شيء، هذا اوبن اندد كويشن. واغلب الكويشنير هن ميكشر، ميكشر اوف كلوزد اند اوبن اندد كويشنز. هذين السيم ستراكشر enables a mix of qualitative and quantitative information to be gathered, can be administered over telephone or face، واحده من الطرق او face to face يعني يا واجها لوجه يا بالتليفون عادي كل النكاية. Steps of questionnaire designing الخطوات كيف يندارن،
deciding تنوح قايم بالوحدة هذين steps in general بس كي deciding the information required, defining the target respondent, choosing the method of reaching your target respondents, preparing the questions, وبعدين presentation on layout of the interview form, pre-test the questionnaire, وبعدين develop the final survey form. هنمروا عليهم بالوحدة هذين كيف يندار باش تدير proper questionnaire. أول حاجة عمرك ما تبدأ بكتابة الأسئلة. إحنا ديما متفكر الكوشنير تروح تكتب الأسئلة. الرول لا. Don't start with writing questions. أبدأ decide what's the things one need to know from the respondent in order to meet the survey objectives. أنت الدراسة أصلاً ما تبدأش من التول بتاع الداتا كوليكشن. الدراسة تبدأ من research question. بعدين تطلع منها objectives عندك أهداف أنا بنوصل لشنو بناء على أنت بتوصل لشنو لازم تحدد أنا شنو نبي نعرف شنو الحاجات البوينتس اللي لازم نعرفهن من الناس اللي بنسألهم بش نقدر نحقق الobjectives تبدأ تكتب في البوينتس بس أنت مش في الأسئلة النقاط اللي بنعرفها طبعا مش أنت بروحك غالبا فيش دستاد يدير فيها واحد بروح تم تيم ثلاثة أربعة خمسة ويبدأ فيها brainstorming ويبدأ فيها طبعا دي review literature تشوف الناس الأخرين شن داروا تحط النقاط اللي تبيهن كلهم بعدين decide the domains هتبدأ تدير في النقاط اللي فكرت فيهن كلهن ديرهن grouping هذين تحت مجموعات تلقى روحك درت ثلاثة أربعة مجموعات من الأسئلة كلهن لهن علاقة بشيء واحد باي سلام عليكم سهل. فتبي تقرر شنو الدومينز أو شنو المجالات أو الأبعاد بتاع الكوشنير هذا مثلا if the aim of the survey is to study the knowledge, the attitude and practice مشهورات هذين الـ KAP أنواع مشهورات من الكوشنيرز knowledge, attitude and practice of public about the COVID-19 vaccine شنو مدى معرفتهم وقناعاتهم واستعمالهم لتطعيم الكورونا للبابليك هذا الايم باهي يبقى تو الدومينز هنا قاعدات واضحات عندك 3 دومينز نوليدج واتيتيود وبراكتس بين نوليدج شنو البوينتس انا اللي في النوليدج نبي نعرفها مازال مش اسئله تو بوينتس والله انا مثلا نبي معلوم نشوف معلوماتهم عن تايبس اوف كوفيد فاكسين معلوماتهم عن الروتس اوف كوفيد فاكسين ادمنستريشن معلوماتهم عن الـ benefit of COVID vaccines معلوماتهم عن الـ side effect of COVID vaccines ممكن كل واحدة هذين مرات نشتاق منها أكثر من سؤال بس هذين الـ points أنا اللي نبي نعرفها نفس الشيء في الـ attitude نبي الـ attitude بتاعهم toward الـ COVID pandemic أصلاً مش في ناس من عند تو مازال مش مقتنعين في كورونا يقول لك لا هذه مؤامرة ومش عارف شنو في ناس أصلاً يقول لك لا هذا أصلاً من الـ 5G انترنت ملاش علاقه بالفيروس دي فالاتيتيود للابيدميك نفسها مرات هو مش مقتنع به انه في تسال فيه على الفاكسين باهي الاتيتيود بتاعها مثلا توورد الفاكسين فاكسينيشن كونسبت ان جنرال في ناس انتي فاكس مش للكورونا بس الفاكسين هذا ضده بالمطلق باهي الاتيتيود بتاعها مثلا توورد الكوفيد فاكسين سبيسيفيكلي في اللي مقتنعين بالفاكسين بس بتاع الكوفيد لا يقول لك لا لان هذا راه ديفلوبد في شورت تايم ونحن مش واثقين فيه ومش عارف شنو كذا ومرات عندهم تيو توورد سبيسيفيك تايبس يقول لك لا اوكي كل هنا اوكي لكن هذا بتاع ال بتاع ال والله لا بتاع الماسنجر ار ان اي هذا بتاع يقول لك هذا اللي خايفين من الجينز كذا انت تبدا تحط تفكر كجروبز كتيم ريسيرش تيم تحط في النقاط شنو هن كل مره واحد تطلع له فكره جديده ومرات تدمج فكرتين ومرات تلغي حاجة هذا مزد في مرحلة brainstorming أنت وتحط النقاط نفس الشيء في البراكتس بعدين define the target respondents أنت من اللي بتسألهم توزع الكوشنير على من لازم تحددها ماشية بالصدفة لازم تحدد very specific بيمشي لمن بحسب الديموغرافيك characteristics هل أنت بتستهدف age group معينة بحسب الجندر هل انت بتستهدف ميل والله في ميل والله هم الاثنين بحسب الريليجن هل الكوشنير هذا مستهدف فيه ديانات معينه والله اوبن اوربان ولا رولر ريزيدنت الانكم ليفل
social class, education level, employment status, ethnic or language group. تحدد أنت بحسب الديموغرافيك. هذه واحدة. ثانية تحدد بحسب الجوب ولا السوشيال كاتيجوري. والله أنا نستهدف البوليسي ميكرز بس بالكوشنير هذا، أو نستهدف الدكتورز ولا النيرسز ولا هكذا. باهي؟ هذا أنت من ضمن الميثودولوجي بتاعك، وأنت بتفكر وتخطط ونستهدفوا من؟ طبعا باهي من ضمن من 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 أساسها. ما هو ستادي ديزاين فيها جزئية منها هي الداتا كولكشن ميثود، بارت من ستادي ديزاين كلها، او بارت من ريسيرش ديزاين. ستادي ديزاين هي كروس سكشنال، لكن الريسيرش ديزاين بارت منها الكولكت الداتا الكولكشن ميثود. نولج اتيتيود اند براكتس ماي فاري سبستانشلي امونج بوبوليشن جروبس اند اكوردنج تو سوشيال كالتشرال اور ايكونوميك كاركترستكس. نفس الحاجه فيها فاريشن ما بين الديفرنت جروبس هذين، وبالتالي ممكن احنا قلنا السؤال بتاعنا نولج اتيتيود اند براكتس اوف كوفيد 19 فاكسين امونج بدري بابليك، ممكن خليها امونج دكتورز، تو ممكن ندير واحد اخرى امونج نيرسز، ممكن ندير واحد اخرى امونج ميديكال، كل واحد دراسه بروحه وقد تختلف اجاباتهم تماما. باهي؟ وهنا امونج بابليك. نعم قد تكون دي لا سب جروبينج انت، لكن قد تكون من البدايه تارجتنج جروب وحده. لانك لما دير سب جروبينج السامبل سايز حيبدا يصير له ريدكشن. انت درت كالكوليشن طلعت تبي 300، لما تاخذهم هم كلهم حيجد كل واحد السامبل بتاعه فيها 50، ما عادش اصبح انت 300 النتيجه بتاع 300 صحيحه لان السامبل سايز بتاعها صحيح، لكن النتيجه بتاع ال 50 هذا سب جروب، ال 50 ماهيش انف. باهي؟ فمرات يديروا فين كل واحد بروحه. باي. لو خذينا الدكتورز برضو مرات ندير لها سب جروبينج اخرى، ندير امونج فيزيشنز وامونج سيرجنز وامونج دنتست، كل وحدين من ثالث بتاعها مختلفه وطبيعه شغلهم وكذا ومفهوم يتغير. باي. ممكن الفيزيشنز اخرى نديرها اخرى امونج فيزيشن في البي ام سي، وواحد اخر يدير امونج فيزيشن في جدابية هوسبيتال، يطلعوا ديفرنت مرات النتائج. فمهم انت تحدد تبي تديرها على من، وراه تشانس هذين بتاع الكوشنيرز تشانس انك تدير من عنوان واحد مرات 10 بيبرز، عباره عن انك تقدر تغير بس في التارجت بوبوليشن. ستيب الثالثه تشوز ذا ميثود اوف ريتشينج يور تارجت ريسبوندنتس. هذه هل تقرر انت التول شنو بتديرها؟ تبي تديرها بيبر كوشنير توزعه باليد، ولا تبي الكترونيك؟ الكترونيك طبعا فيه هنا مثلا السيرفي مانكي هذا مشهور استخدموا فيه للكوشنيرز، جان كم واجده كذا ايميلات وكذا باهي وفري، هذا تقدر تخش انت وتدير. في الكوالتريكس نستخدم فيه الدوليه هنا هي باهي، في الاكسبرت لينس باهي، وتقدر تدير اي حاجه، تقدر حتى بالجوجل فورمز تدير كوشنير انت باهي وتوزع ما انليمتد التولز. الابروتش قلنا فيس تو فيس انترفيو او كوشنير تمده له، وهذه مرات مزعجه تمد الواحد كوشنير وتقدر تراجع فيه كامله هي بنروح بيه توا يديروا فيها واجدين، هو بيضمن ناخذها مش ما يريحش مش انت جاوبت، لكن بالطريقه هذه ما يعطيش فيك في تشانس انك جاوب صح، حتى انت تخط بنكملها لا وخلاص هاك نعدي، هو ما ضمنش النتيجه هيك. بينما تقعد عندك تقراها كويس تفكر فيها وجاوب لها صح اضمن لها النتيجه، بس هيك احتمال اللص يزيد انك ما تردهاش له يزيد. والتليفون انترفيو ما تكلمك باهي، انت حطيت الافكار من بدري تو كيف نحولهن الى اسئله. الكويشن شود بي اولا شود اسك فور وان انسر اون وان دايمنشن، كل سؤال يسال عن نقطه واحده very specific. باهي ما نسالكش نقول لك ما رايك في ما هي مميزات وعيوب طريقه الكوشنير، هذين سؤالين مش سؤال واحد، مميزات وعيوب، سؤال مميزات بروحه سؤال عيوب بروحه. باهي ما تدمجش فكرتين في سؤال واحد، تقول لا باش نختصر، انت باش تختصر انت بتوصل لنتيجه. باهي
كل سؤال يحكي عن فكره واحده، تمام؟ بالضبط نفس تصميم اسئله في الامتحان، كل سؤال يسال عن فكره واحده، تسالش في الامتحان سؤال يسال عن فكرتين. Use specific، كلام محدد مش عام، and simple language. داخل الدايمنشن، ها، اكثر من سؤال، لكن السؤال لازم يكون ريليتد للدايمنشن لكنه فيري سبيسيفيك. سمبل لانجويج، لغه بسيطه مفهومه، ما تصعبش، انت تبيه يفهم باش يجاوب صح، ما تستخدمناش كلمات صعبه، ما هوش استعراض لغه باهي، خاصه لو انت دايره بالانجليزي ودايره في مجتمع اصلا ما هيش المادر لانجويج تاعهم انجليزي، انجليزي حاول تستخدم ابسط الكلمات. باهي بي بريتستد، تونجوها لازم كل الاسئله يختبرها مسبقا قبل ما يخشها في الاختبار الحقيقي، تو نحكوا عليها بعد شويه. Yield truthful and accurate answer. Accommodate all possible responses. اذا كان انت دايرها تختار اربع خمس اجابات، اذا كان السؤال له ثمان اجابات تحط لي اربعه، معناها انت في بايس، تعمد التهميش اللي عندهم الاربع اجابات الاخرى. ممكن تحط others يكتبها، او اذا كان في بالك اكتبهن كلهن. Has mutually exclusive response options. ما فيش يجي واحد يقول والله تحتمل الاجابتين، معناها انت في حاجه غلط انت دايرها هنا باهي. لو فيه اكثر من اجابه معناها تعطيه تشانس انه يختار اكثر من اجابه، لكن ما تقولش اختار انسر واحده وهو اصلا فيه اكثر من اجابه جوا، معناها ماهنش mutually exclusive هذه. كاتيجورايز الكويشنز فاريبلز في ثلاث مجموعات من الاسئله حيقعد عندك. الاولى ستراكشر فاريبلز، الثانيه الكي فاريبلز، والثالثه الاكسبليكيتيف فاريبلز. ستراكشر فاريبلز هذين اللي فيهن عاده ديموغرافيك كويشنز، باهي السوشيال اند ديموغرافيك فاريبلز، الايج، جندر، اديوكيشن، بروفيشن، باهي. ومهم هنا ما فيهنش نيم طبعا، باهي، لان هنا كيب الكونفدينشياليتي اند فولنتري بارتيسيبيشن. لما ما تحط اسامي الناس مش حيجاوبوا لك، باهي، او حيجاوب لك اجابات لانه هو عارف انك عارفه من، باهي. وبالتالي مهم في الديموغرافيك ما يجدش فيه ما يميز الشخص، باهي. نعم، والله احيانا هي الايميل طبعا خليه، لكن انت الطريقه الالكترونيه هذه بتاعت انه يجاوب على اللينك مش حينعرف من، توها في الكوالتكس الطلبه يجاوبوا ما تعرفهمش من اللي يجاوب، باهي، لان هي بلايندد هذا. بعدين هذه المجموعه الاولى، الثانية الكي فاريبل اللي هن الأسئلة بتاع صلب الموضوع، أنا جاي نسأل على شنو مثلا. If the study is relative to cancer, the key variables will be relative to cancer. إذا كانت تسأل هل أصبت مثلا مثلا بكانسر معين، yes or no، شن كان السب تايب بتاعها، شن كان الستيج اللي شخصت فيها، كم كان العمر اللي شخصت فيه، شن نوع العلاج اللي خذيته، حاجات اللي هن علاقة بالموضوع مباشرة. وفي فاريبلز اخرى لهن علاقه غير مباشره، باهي، مثلا لو قاعدين على الكانسر بتسأله ممكن على الفود بتاعه، لو انت بتحاول تلقى لينك ما بين التايب هذا الكانسر والفود، او بالانفايرمنتال فاكتورز، او تسأل اشياء معينه، سموكينج ما هوش سؤال له علاقه بالكانسر مباشره، لكنه هو لينك، براكتس اوف دكتورز ريجاردينج الهاند هايجين. هذا السكشن الاول فيه، هذا بتاع الديموغرافيك فيتشرز، في مش عارف الفاسيلتي منين، الديتا بتاع الكوشنير، من اي مدينه، من اي قسم في المستشفى، الفاسيلتي هو المستشفى يعني، من اي قسم في الدوله هناهي، الجندر ميل ولا فيميل، الايج تكتبه، طبعا في حاجات تك كيف ميل ولا فيميل دير تك، انا الايج لازم تكتبه بيدك، باهي البروفيشن بتاعك شنو، انت نيرس ولا ميدوايف ولا مش عارف ميديكال دكتور، تدير تك وين ما تبي، الديبارتمنت من اي ديبارتمنت انت، ميديسن، سيرجري، انتنسيف كير، كذا. هذا كله البارت الاول، هذين ستراكشر فاريبلز، ستراكشر كويشنز. بعدين يبدا في الثاني اللي هو صلب الموضوع، مش عارف السؤال يقول لك ديد يو ريسيف فورمال تريننج ان هاند هايجين ان ذا لاست 3 ييرز، فيري سبيسيفيك السؤال، ما فيش في احتمال هيك وهيك، اجابتك يس يا نو، ها ممكن تحدد مور سبيسيفيك، تو بي مور سبيسيفيك. هذا عليش تو بعدين نجوها، لازم الكويشنز لما يندارن يصير عين دسكشن،
ويبدا الناس ريزنج الايشوز اللي كيف هذين، لان هذين كما اخترن في بالك حيخترن في بال واحد اخرى وحيحير. فانا ما نبيش الامبيجوتي هذه تصير، وبالتالي يبدا نبدا ريفايننج الكويشنز لان يجي نقول لكن تهيري لا يمكن ينفهم بشكل اخر. تمام. بعدين تبدا في النقاش هنا وتسال روحك از ذس question sufficient to generate the required information. هل انا هيك خلاص كافي هذين يطلع لي؟ والله ما زال في حاجات ما يطلعنش الاسئله هذين. Can the respondent answer the question correctly؟ والله ممكن يفهمها غلط. Are there any external events that might bias the response to the question؟ والله هذا يقول لك كان اعطيته الكويشنير والله في نهايه ديوتي مثلا راح حيجاوبه عكس ما اعطي له في بدايه الديوتي. هي طالب لو تعطيه الكويشنير هو طالع من الامتحان هو حيجد فيه ريفليكشن للي صاير له في الامتحان، كان هو ملبس امتحان حينتقم منك في الكويشنير، ما يقولش في الحقيقه، حيقول اللي في عقله كله. لذلك لازم تحدد انت امتى نوزع، هل في حاجه حتاثر لي ولا لا. Do the words have the same meaning to all respondents؟ مرات في كلمات راهو كل واحد يفهم من شكل وتعتقد بانه الهن معنى واحد، فمرات تبدا كل كلمه تقول هذه راح تنفهم بطريقه واحده والله احتمال في ناس تفهمها بشكل مختلف، يبقى الكلمه هذه معناها لا، يا توضحها بين قوسين نرى نقصد بها المعنى هذاه، يا تغيرها دور كلمه اخرى ما فيش عليها كانك تبي نتائج مضمونه. وكان انت غير بس انا درت كويشنير وخلاص او درت بيبر هذا موضوع ثاني، لكنك تبي نتائج مضمونه لازم تراعي هذين كلهن. مثال كل واحد منكم تو جاوبوا لي السؤال هذا، كل واحد هيك لحظه يحسب وحنسالك على العدد. How many members are there in your family؟ ها انا تو قلت لك احسبي لي، بس هذا السؤال في الكويشنير مش متاح لك السؤال هذا، هي ورقه عندك تقدرش تناقشيني انا فيهم والله مش فيهم، وهذا المقصود. باهي محسوب فيهم كان في الحوش معاكم جدك وجدتك، محسوبين ولا مش محسوبين؟ قصدك انت على الفاميلي الاب والام والاخوات هني والله واحد مرات، هل انا اقصد بها الفاميلي انا وزوجتي وعيالي ولا انا وامي وباتي واخوتي؟ باي مرات في العالم الاخر يحسبوا فيهم هذوم البيت هذوم هذا سؤال مش دقيق كونفيوزنج، حيعطيك نتائج مختلفه كل واحد حيفهم شكل. معناها تناقش انا لا، معناها تبي تحدد لي تقول لي انكلودينج يور سيلف، مش ضمنت انك تعد روحك ما تطلعش روحك، والله اكسكلودينج يور سيلف، انكلودينج يور مثلا جراند بان ما اف ذي ار ليفينج وذ يو، والله اكسكلودينج تحدد لي ايد فيري سبيسيفيك باش نضمن ان النتيجه فعلا الجميع جاوبوا نفس الاجابه، مش كل واحد يحكي على فاميلي مختلف. تمام. ديفلوب الكويشن فورمات، في عندنا اربع انواع من الفورمات مش من الكويشن، الكويشنز هي اوبن اندد يا كلوز اندد، لكن ينحطنا في اربع طرق ممكن ندير بهن. عندنا الكلوز اندد كويشنز قد يكون دايكوموتس لتو اوبشنز بتاعت يس اور نو، سموكر ولا نون سموكر، باهي في اجابتين ما فيش ثالث لهم، ما فيش واحد يقول لا احتمال في اجابه ثالثه، باهي اجابتين هذين يسمون دايكوموتس، وهذه ندير لهم تك عاده، تيجي تكاتب الاجابه هو يدير تك. فيه النومينال بارامترز يعني هن عدد اكثر من اثنين لكنهن اسماء ما فيهمش اوردر، كيف مثلا بلاد جروب نقول لك بلاد جروب تاعك ما فيهاش اوردر، هن يا اي يا بي يا اي بي يا او، مش معناها الاي جايه قبل البي، هي ممكن تحطها هي الاخيره عادي، ماهيش ما فيهاش تراتبيه هنا، هذا ايش اسمه النومينال باهي، لكن اكثر من اثنين باهي. في اوردينال بارامترز هن اكثر من اثنين لكن فيهن تراتبيه هنا، يعني مثلا لو قلت لك السيفيريتي اوف بين مايد ولا مودريت ولا سيفير، 3 كاتيجوريز هن ونومينال لكن التراتبيه فين مهمه. باي في الاسنان مثلا مش عندهم الجو كلاس، باي مش في جريد 1 وجريد 2 وجريد 3 ماشي، ها كلاس 1 كلاس 2 هذه فيها تراتبيه هنا، باي ستيج هذه فين تراتبيه ما زال اسماء. نعم. اوبيزيتي هاي كلاس 1 كلاس 2 وهكذا، هذين ما زال بولوميتاس لكن اوردينال تراتبيه فين مهمه. وفي الكونتينوس ولا الباوندد كيف لما استخدم الليكارت سكيل،
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة باهي تنحكوا عليه ليكرز سكيل بعد شوية. في ليكرز سكيل هو المينيمم فيه ثلاثة وفي اللي وصل فيه لعند حتى التسعة باهي. يعني ثلاثة مثلا نقول لك أجري ديس أجري نيوترون باهي، ومخلين خمسة عادة شائع خمسة رغم يستخدمه في الخمسة اللي كما تقول ديس أجري سترونجلي ديس أجري ديس أجري نيوترال أجري سترونجلي أجري. ومرات ما يكتبنش لك، يكتب لك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يدير لك كي فوق مرة واحدة وجوا كل لوطة كلها أرقام في الأسئلة كلها باهي. وفي مرات حسب طبيعة السؤال، في سؤال مرات هذه مش إنف فيه الخمسة، يوصلوا لنا مرات لعند تسعة السكيل بتاعها. مثلا البين أنا مايلد مودريت وسيفير، هذا سكيل درنا 3، لكن مرات في اللي يدير فيه سكيل اوف 10 يقول لك عاطي روحك درجة البين بتاعك من 10 كم، هيدير لك 10. طبعا لما تكسره واجد قد مور سبيسيفيك، لكن مرات ما لهاش معنى، ما فيش فارق بين الواحد والثلاثة مثلا، يقول لك خلاص حولنا ادمجهم بعضهم. يعتمد على طبيعة السؤال، انتم اللي دير الكوشنير وفهمك للموضوع تقرر هذه شنو درجة الدقة اللي محتاجها انا. بعدين عندنا الاوبن اندد كويشنز، هذين خلاص سؤال مفتوح واكتب تحته انت اجابه كيف ما تبيها، تسيب له فراغ يكتب فيه. بعدين عندنا الكونتينجنسي كويشنز ولا كاسكيد فورمات، اللي هي يقول لك جواب السؤال اذا كان يس جو تو كويشن 2، اذا كان نو جو تو كويشن 3. مثلا لو سالتك قلت لك ار يو سموكر، السؤال كان هيك، اذا كان يس جو تو كويشن 2. كويشن 2 شو يقول؟ هاو ماني باكس بير داي ولا هاو ماني سيجرتس بير داي. If no خلاص مش هتجاوب عليه how many، انت اصلا قلت no، يبقى go to question 3. هذين يسمون الكاسكيد، الأسئلة اللي ممكن فيه احتمالين كل احتمال يمشيك في اتجاه. الماتريكس هذا لما تلقى مجموعة أسئلة إجابات كلها مثلا yes or no حطهم مع بعض، إجابات كلها ليكر سكيل 5 حطهم مع بعض، إجابات كلها ليكر سكيل 3 حطهم مع بعض، باش يقدر في الأورجانيزيشن بتاعهم سهل. فهذين الأربع فورمات اللي ممكن تحط بيهن الأسئلة بتاعك. هذا مثلا من نفس الكوشنير بتاع WHO هذاي، هنا الإجابات yes or no، هاي yes or no تمام. هنا هي أعطيك 3 مثلا before، هيسأل الهاند هاي جينا متى يقول لك before palpation of the abdomen، شن تدير rubbing ولا washing ولا none، يعني ثلاث إجابات. هنا ليكر سكيل مستخدم لك مثلا leaders and senior managers at your institution support and openly promote hand hygiene، هنا not effective وهنا very effective، وهنا يحط الأرقام انت 1 2 3 4 5 صحيح، هناك طالب منك تكتب هو، لكن مرات اذا مكتوبات انت just you circled. هذا مثلا ما هوش، هذا أكثر من فكرة في نفس السؤال. مرات واحد هذه confusing، مرات واحد هو هذه yes وهذه no، أو هذه yes وهذه no، مش حيعرف يختار. هنا واحدة إجابت عليه yes واحدة إجابت حياة، هذين برغم أن هذا ردرت WHO فما هوش قرآن، راه أنت ديما رد للقاعدة. فالقاعدة قلنا كل سؤال يسأل على فكرة واحدة مش تضمن إجابة تكون دقيقة، وإلا الإجابة حيجد فيها شوية عيوب. بعدين التسلسل بتاع الأسئلة باهي، ديما تبدأ أول أسئلة يكون يقول عن screening and report questions، أسئلة سهلات ياخذ معلومات عامة ويخلى الشخص يبدأ يتريح للكوشنير. report يعني شنو report؟ يعني يدير يصنع وئام باهي، تريح مع الكوشنير. okay. ف الأسئلة الأولى ما يكونش أسئلة صعبة ولا أسئلة كرهنا في الكوشنير. الأسئلة الأولى لازم يكون أسئلة سمبل وجذابة وخلنا عندنا نية يكمل. السكند ستيج يبدأ سبيسيفيك كوشنز، أهم الأسئلة، لأن في ناس ما تكملش الكوشنير، حتجاوب لك نصها وتسيبها. إذا كنت حاط أهم الأسئلة في الأخير معناها ما جاوبهنش. أهم الأسئلة لازم يكون مش في البداية طبعا، الأوبنينج هذي جن في الجزء اللي مازال هو رايق ومركز وكذا، وآخر جزء يحطوا فيه أصعب الأسئلة. طبعا هنا شوية معكوسة، كاتبين الديموغرافيك هنا كان هنا جن في الأخير، وإحنا ديما نحطوا فيه في البداية باهي. هو باعتبار هنا إن مرات لو ديموغرافيك كويشنز ما فيش فيهن حاجة مزعجة
للشخص حطهم في البداية. لكن لو فيهن أسئلة مزعجة محرجة ما هي تتوقع أن خلنا يسكر خليهن في الأخير. ما هي يعني مثلا من ضمن الأسئلة اللي غير محبذة للناس، لما تسأل الإنكم بتاعه كم الدخل بتاعك، أكثر الناس بتحبش تجاوب السؤال هذا. هاي هيكتب لك مرتب تاع بتاع الدولة، وهو مش هذا دخله، الدخل موش المرتب بس، هو عنده دخول أخرى باهي دخله أكبر، مش يكتب الرقم هذا يقول شنو يعرفوا عليه. هذه من الأسئلة المزعجة، ومرات أنت محتاجها صح في الكوشنير، لكن توقع الناس واجدة ما تجاوبنش أو ما تجاوبنش بالحقيقة، ما تحطنش في البداية. تبي تسأل أسئلة على واحدة مثلا هاي ريسك بيهيفير تاع اتش اي في، والله حاجة اللي عارف الناس تحسس منها وما تبيش تجاوبها، تحطاش في البداية إنه ممكن سيب لك كوشنير، خليه في الأخير حتى كان سيب جت على سؤال واحد. هاي الأوبنينج كوشن should be easy, pleasant, not in any way threatening, and so the respondent are encouraged to continue. بعدين في الأوبنينج avoid questions that put too great strain on the memory or intellect of the respondent. اللي تتحدى فيها ذكاء أو معلوماته، تحط له من البداية هو حس روحه ما عرفش يجاوبها، هاي سيب لك لنت. لا مش فاضي لك، يقول لك سيب لك، خلينا ذي في الأخير حتى كان سيب من جاوب لي كل الكوشنير، جتني في سؤالين ثلاثة. هاي ال questions of personal character وال questions related to personal wealth، هذين حاول ما تحطنش في البداية. ال questions flow قلنا الكوشنز اللي هن علاقة ببعضهن، قلنا جروب مع بعضهن قريبات من بعضهن. The questions flow should be logical from the least sensitive to the most sensitive، مش نجنبوا قصة انهم ينفروا. From the more general to the more specific، نسأل الأسئلة العامة السهلات في الأول لني، وبعدين نخش على الأسئلة detailed. The answer of to a question should not be influenced by the previous questions، مفروض ما يقدرش يتوقع إجابة السؤال من إجابة السؤال الآخر تأثر فيها، يقول كان هنا قلت غادي يس ما لازم نقولها ناهي نو تقد واضح، لا مفروض إذا ما ينتبهش هو لو في حاجاك. الناس تمل في الكوشنيرز مملات، دكتور عادل 134 سؤال هذه مل بيجاوبهن. أنا واحد نحكي على الناس يجيني كوشنيرك ما جاوبش هنسيبه، 140 سؤال تبي لك فيهن ساعتين تتجاوب فيهن صح، الناس تمل. وممكن تجاوب أنت على مراحل، كل يوم تجاوب منها 5-6 أسئلة يقعد عندك شهر، بيش الناس ما تمل. نوع الأسئلة، مش كل الأوبن وراء بعضهن وكل كلوزد وراء بعضهن، حط كل مرة ماشي شوية كلوزد يطلع له سؤال أوبن، يبي منه مرات الأوبن كوشن يبي منه جملة واحدة، مش معناه بيكتب إسي هو باهي. ومرات يقول لك حط أوبن كوشن حتى even if it's not analyzed، حتى لو انت السؤال هذا ما تبيش دير له اناليسز مش من، لكن بتحطه بش هو تغير له به المود بتاعه. في ناس يحط لك مرات رسمه في النص يقول لك النقاط يقول لك وصلهن طلع بين الرسمه، ملاش علاقه والله لون هذاهي باهي، حاجه مش تخفف وقع الملل اللي قاعد فيه الريسبوندنت اللي ممكن يسيب لك الكوشنير. باهي the closing questions قلنا important question should be if possible included in the earlier part of the questionnaire، مش ما يريحانش عليك. potentially sensitive question should be left to the end. step الخامسة presenting the layout of the interview form، ممكن تكون عليه booklet هذا بتاع لما كان يعني يندار ورقي وكذا يجي كتيب باهي، والله لازم تستخدم use and symbol format، creative use of space and typeface، الخط اللي تستخدمه، ألوان لو قدرت تستخدم، حاول تخلي الكوشنير أتراكتيف as much as you can، لأنك أنت عارف مسبقا أن الناس ممكن تتجاهل الكوشنير وتمل منه، فما تخليش زيادة ممل. use color coding include cover letter، هذه مهمة باهي، وحط clear direction. cover letter كيف هذا مثلا باهي، تحطها تقد مرات في تجي رسالة مع الإيميل أو تقد في بداية الكوشنير باهي، مثلا السادة والسيدات المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن هذه الدراسة هي دراسة يشرف على إجرائها فريق بحثي من أساتذة كلية الصيدلة بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، وهي تهدف إلى دراسة العنوان بتاع الدراسة بتاعها المعرفة والسلوك والممارسة السائدة بين العاملين في الصيدليات
حول استعمال الأدوية المؤدية للإدمان بين المترددين على الصيدليات، وعليه سيكون الفريق المشرف على الدراسة شاكراً لكم. من البداية تبدأ تشكر أنت تفضلكم بالإجابة على الأسئلة الواردة في الاستبيان المرفق وإعادته للفريق في أسرع وقت ممكن. إن استجابتكم لهذا الاستبيان وتفضلكم بالإجابة على الأسئلة الواردة به بدقة وموضوعية سيكون له أكبر الأثر في إنجاح هذا المشروع. كما نؤكد لكم بأن كافة المعلومات الواردة في هذا الاستبيان ستكون سرية ولن تستعمل سوى في مجال البحث العلمي، وتفضلوا بقبول خالص الشكر والاحترام. يعني أي دباجة بالعربي بالإنجليزي حسب الناس أنت توجه لهم توضح فكرة البحث، وكأنك تستاذن منا تطلب منا بطريقة مؤدبة، وأنه هو المتفضل عليك بأنه يجاوب، مش أنه جاوبنا الكوشنير بالأوامر، مش بالأوامر هي الحكاية. بعدين عندك إرشادات مال الاستبيان، مثال لازم يجد واضح بش هو ما يغلطش. هي مثلا نقول له يحتوي هذا الاستبيان على عدد 30 سؤال موزع على 4 مجموعات، هي بعض هذه الأسئلة تتطلب اختيار إجابة محددة واحدة من مجموعة الخيارات الموضوعة، بعض هذه الأسئلة هي أسئلة مفتوحة ولك مطلق الحرية في وضع الإجابات التي تراها أنت مناسبة لها، يرجى إجابة جميع أسئلة الاستبيان وعدم ترك أي سؤال دون إجابة، يرجى قراءة الأسئلة بدقة والتفكير فيها مليا قبل وضع الإجابات عليها، يرجى أن تكون الإجابات واضحة في صياغتها ودقيقة في دلالاتها، هويتك ستكون سرية ولن يعرف أحد من الذي أجاب على الاستبيان، إجاباتك ستكون سرية ولن يطلع عليها غير فريق البحث. مثلا هذا إكزامبل على instructions، تحط أنت أي شيء آخر تراه مناسب أكثر للبحث بتاعك، لكن الفكرة أن لازم تشرح كل حاجة بالتفصيل لأنك أنت مش قاعد معه حتى تعطيه، لا خاصة لو دزلها أونلاين وني ما ندرش عليه كيف حيفهم كيف حيدير. أنا مثلا هذين إكزامبلز على كوشينيرز حقيقيات، your opinions count، بديها لك بحاجة كا يعني فيها فيها تحفيز باهي، وبعدين هذين الانستراكشنز هنا هي الدايركشنز، وبعدين لوطة الأسئلة ورقة واحدة هنا الكوشينير، مش ضوء كوش كل كوشينير يقعد 10 صفحات. هنا مثلا لأن الورقة ما سدتش ففيه لاورا خايفك تنساه، كتب لك two more questions on the other side، وإلا حي الناس كلها هتسلم وتعدي ونسي لك سؤالين الأخيرات، لازم أنت تدير لهم directions يعني كلهم directions. في النهاية thank you very much for your cooperation. جهزت الكوشنير كمال، حطيت الأسئلة كلهم ودرت الدايركشنز هذين ودرت كذا، ما تستخدمش للبحث مازال، لازم تدير بايلوت ستادي، تاخذ عينة مماثلة للعينة اللي انت تستهدفها، انت بتطبقها على طلبة الدولية، تاخذ عينة من طلبة الدولية مش بالعدد بتاع الدراسة، تاخذ 15 20 بس اهي وتطبقها عليهم يجاوبوا ولا، وتقولهم قولوا لي اوبينيون بتاعكم في كل نقطة، هل الدايركشنز وضحات؟ كل سؤال لو في سؤال ما فهمتوش اكتبوا لي انكم ما فهمتوش، لان هدفي انا مش ندير اناليسز لاجاباتهم، انا بنتاكد ان اسئلتي رغم اني تعبت فيهن واشتغلت متاكد انهن صح، فندير لهم بايلوت ستادي. Whether the questions have been worded properly، هذا انت ليش تسال فيهم؟ تبي هالكلام مكتوبه بطريقه مفهومه ولا لا؟ Have been placed in the best order، ما تقول لك واحد لا كان تغير ترتيب الاسئله هيك افضل. Are understood by all classes of respondents، باهي. Whether additional or specifying questions are needed، مرات واحد يخطر لك سؤال يقول لك بس ما فيش مفروض كنت سألت عليه هذه وانت مش خطر شيء، والله صح تعدي تضيفها باهي. Whether some questions should be eliminated، مرات يقول لك في سؤال ملاش معنى الله او مزعج او مش هيقدم لك شيء باهي. Whether the instructions or interviewers are adequate، يعني ال directions المكتوبات فعلا كاملات والله فين حاجة ممكن تنضاف. The basic steps in the pre-testing: select sample similar to one that will be considered in the main study. قلنا هذا هي. Instruct the questionnaire administrator to note all respondent remarks، كل ملاحظاتهم، لأن هنا مش الاناليسز بتاعها، أنا تو بنحسن الكوشنير، فكل ملاحظاتهم لازم ناخذها،
regarding the instructions ولا the questions. Administer the questionnaire, أعطيه للجروب هذاي وتشيك ال validity and reliability. هذه ستيب أخرى مهمة قبل ما تبدأ في الدراسة. شنو معنى ال validity؟ هي الصدقية يقولوا بالعربي هي، لكن شنو معناها؟ أنت بتضمن أن التست is measuring the degree to which the questionnaire measure what it was intended to measure. يعني لو قلنا في عندك ميزان هي، عندك تشري خضرة هي، تبي توزنها في ميزان خضرة، ولو بتشري ذهب توزنها في ميزان ذهب. هل ينفع توزن ذهب في ميزان خضرة؟ واحد كان ذهب يبيع في الذهب بميزان خضرة، مش هينفع لأن ما يلقطش الجرامات، هذا تأثر حتى العشرات مرات ما يلقطنش في ميزان خضرة. ولا ينفع توزن خضرة في ميزان ذهب، كم ميزان ذهب الماكسيمم بتاعه؟ ما هي تحط 3 كيلو خضرة يعني مش هيوزن لك. فميزان خضرة valid for weighing الخضرة vegetables، لكن ما هوش valid for weighing الجولد، والعكس صحيح. ميزان ذهب valid for weighing الذهب، لكن ما هوش valid for weighing vegetables. فهذا ال validity إن الاختبار يقيس ما هو مطلوب منا أن يقيسه، فمنتأكد أنه يقيس في اللي يحقق لي الهدف اللي نبيه منه أو لا. فيه أسئلة ما لهنش علاقة بالموضوع بكل، أو في أسئلة لهن علاقة مش قاعدات. لو فيه هيك والله هيك من المكوشين هذا الفاليديتي بتاعه فيها مشكلة. باهي في 4 تايبز من الفاليديتي، أنا هنحكي على 2 الأخرات شوية كومبليكيتد ياخذن وقت وفين حاجات إحصائية. باهي عندنا الكونتنت فاليديتي، هذه مهمة جدا. باهي هذه الاكسبرت اوبينيون، انا احنا الخمسه اللي بتاعين البحث صممنا الكوشنير وتناقشنا واقتنعنا ان هذا في احسن شكل. تو ندور ناس اكسبرت في الفيلد، ما لهمش علاقه بالستدي بتاعنا، مش حيكونوا اوثر بتاعنا، لكن هذول حيدوا لي فاليديشن. باهي ندزلهم الكوشنير رجعوا لي، حيرجعوه مرات يدوا لك فيه ملاحظات تعدل بيهن انت. هذا كله في البري تيستينج، هذه واحدة من مراحل البري تيستينج، الفاليديشن بالاكسبرت، تعدل مرات في الكوشنير بتاعك. وفيه الفيس فاليديتي اللي هي بالنون اكسبرت سوبرفيشال جادجمنت، اللي هي ممكن الطلبه هذوم اللي هم اصلا مستهدفين حيقولوا لي لو كان في اسئله ناقصه او لا مثلا، او في اسئله شنو معناها هذين، فهي لهن علاقه وما لهنش علاقه بالضبط. فيس فاليديتي حاجه سطحيه، فهي وما هذاك حاجة بالإكسبرت يخش لك في التفاصيل، يفطل لك لكل كلمة. باهي كما تقول الدكتور عادل كان يطلع في كل سؤال هو يطلع فيه حاجة، هذه إكسبرت أوبينيون إكسبرت فاليديتي، ينتبه لأبسط تفصيل. البتاع الفيس فاليديتي ما يبحث لك هيك عام بس ما هيك شكله كويس، انتهي لي فيش حاجة ناقصة. لا 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 الا عاد كان هو اشترطها عليك وحصلت انت حاجة اخر، هذه بانيه، لكن هي مش مطلوب منه يكون اوثر، هو ريفيور. ما انت حتى متنشر البيبر في ريفيور يرجع لك ويغير لك في البيبر بتاعك، لكن عمره ما يقدر يفرض روحه ان نكون اوثر، برغم ان مرات الريفيو اللي دار لك والتعديل فايتل، بس ما يقدرش يفرض روحه كاوثر. لازم لازم تكتب كيف درت فاليديشن، كيف درت حسبت الريلايبيليتي. طبعا في الكرايتيريان فاليديتي والكونستراكت فاليديتي مش هنحكي عليهم. بعدين تشوف الريلايبيليتي، هذاك الصدق هنعيش ثبات. الثبات هو شو معناه الثبات؟ تكرار نفس النتيجة، هي الريلايبيليتي. الريبروديوسابيليتي لا مو هي الصالحة لغرض الدراسة. هن اثنين الريلايبيليتي تغطين كلهن. فهي انت لو توزعت الكوشنير هذاي على نفس المجموعه مرتين المفروض يعطوك نفس الاجابات، هذا الكونسبت العام بتاعها. باهي هذه الريلايبيليتي. ريلايبيليتي ريفرز تو ذا اكستنت تو ويتش ميجرمنت جيفز كونسيستنت ريزلتس. لو انا كررت البحث هذا مره اخرى المفروض يعطيني نفس النتائج، لو كل مره يعطي فيها نتائج مختلفه انا الاداء فيها مشكله.
يعني لو ميزان 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 الوزن عندي كان في الحوض صح؟ إذا كان كلمة صبي عليه صبيت أعطاني 70 كيلو نزلت رديت صبيت أخرى أعطاني 69 نزلت ربيت صبيت أخرى أعطاني 70 أخرى أعطاني 71 it's okay reliable المارجن بتاع الإيرور بتاعه محدود لكن صبيت أعطاني 70 نزلت ورديت صبيت أخرى أعطاني 60 مرة أخرى أعطاني 85 هذا مش ريلايبل لأنه غير قادر على إعادة نفس النتائج برغم أنه فيش متغيرات طبعا لما قلت فيه متغيرات لازم تغير النتيجة لكن ما تغير شيء والنتيجة تغير معناها الأداة ما هي سليمة الأداة فيها ديفكت okay. كيف نديروها ريلايبلتي في أربع طرق تندار بها باهي هذه أنا كاتب اثنين هنا هي أول وحدة هي التست ري تست نفس المجموعة توزعهم لكوشنير وبعدين تسحبها وتوزعهم كوشنير سواء immediately سواء بعدها بشورت تايم هي والمفروض لو النتائج متقاربة معناها الأداء ريلايبل لو النتائج فيه فارق كبير معناها الأداء مش ريلايبل طبعا هنا في فاكتورز يأثر أولا ذاكرتك أنا عارف شنو جاوبت السؤال هذاي من 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 خمس دقائق حنجاوبه نفسه هذه حتزيد الريلايبلتي بينما لو خليتها ثلاث أربع أيام أنا ممكن ننسى شنو جاوبت تزيد الريلايبلتي كل ما الإجابات تتقارب كل ما يكون مور ريلايبل لكن في حاجة أخرى أنا مثلا درت لك تست توا وبقيت لك بنعود لك بعد أربع أيام أنت مرات مشيت قريت على الموضوع إجابتك في المرة الثانية هتقعد مختلفة مش لأن الأداة تعبانة أنا في تايم آخر خش فاكتور آخر ففي مشكلة لما تدير تست ري تست صعبة في اللي يقسم فيها هاف يكتب الأسئلة اثنين يعني كل سؤال في منه اثنين متشابهات موزعات في داخل كأن التو تست في بيبر واحدة ماهي وبعدين هو عارف مثلا الأرقام الفردية هذين الأولى والأرقام الزوجية هنا البيبر الثانية ويبدأ يدير بينهن المقارنة فأفضل طريقة هي الانترنال كونسيستنسي ريلايابيليتي تفكك من التست ري تست وتفكك من الهاف تو هاف تعنجيها بعد شوية بعدين تحط الفاينل فورم حتجي للاناليسس درت الكوشنير وجنك النتائج تبي تدير اناليسس باهي الاناليسس شنو حتشوف اول اناليسس حتديره لجروب كاركترستيك الفريكونسي او ستراكشرال فاريبلز مش قلنا اول فاريبلز هن بتاعت الايج والجندر وكذا حتشوف والله كم في المية ميل وكم في المية في ميل الايج جروب هذه كم فيها واحد الايج جروب هذه كم فيها واحد هذه كم فيها واحد مثلا اللي عندهم مثلا شهادة جامعية كم اللي عندهم شهادة ماجستير كم اللي دكتوراه كم اللي أميين كم مثلا اللي ثانوية عامة كم مثلا وهكذا كل structure variables اللي انت حطيتهن تبي تدير لهن descriptive statistics عبارة عن نسب frequencies باهي بعدين تبي تشوف response rate انا دزيت البيبر دزيت كم questionnaire دزيت 1000 كم رد لي وحدة انت تجيك لحظة توقف مش كل الناس جاوبت صح تحسب الريسبونس ريت والله 70% 80% ردوا علي 90% 100% ما رد حد لازم هذا تحسبها ولازم تنكتب هذا في البيبر نفسه الريسبونس ريت كم لان الريسبونس ريت تحت 70% تعتبر بور غالبا يقول لك النتائج ما عادش يعتمد عليهم لازم 70% فما فوق الريسبونس ريت انت حسبت السامبل سايز بتاعك قلت انا نبي ندير نوزع الكوشنير عليه 300 واحد باهي خلاص هذه ال 300 طبعا انت ديما تدير حسابك خلي يقول حنوزع ل 350 باهي المفروض 350 الريسبونس ريت تاعنا يجي كم مينيمم يجي 70% باهي. مرات يجي اكثر احسن باهي لكن اقل من 70% حتلقى روحك بديت تخش في ريزلتس معش ريلايبل باهي فبتحسب الريسبونس ريت للكوشنير كله وبتحسب الريسبونس ريت لكل ايتم مرات هم جنك ال 300 ردوا هم ال 300 بس مش مجاوبين كل الاسئله هتلقى السؤال هذا مجاوبيننا هم ال 300 والسؤال هذا ما هو مجاوب احد والسؤال هذا مجاوبيننا نصهم والسؤال هذا مجاوبيننا 90% كل ايتم تحسب الريسبونس ريت بتاعه اهي
scale reliability بعدين تحسب الـ overall reliability of the scale اللي هي يحسبوا فيها بالكرومباخ ألفا في الـ في الـ في الـ SPSS تقدر تحسبها به قاعدة سهلة تدخلها وتديرها يعطيك الـ reliability. كرومباخ ألفا مينيمم حتى هو لازم يكون 0.7 أو in other way 70% حتى هو بقى كرقم يطلع 0.7 يطلع أو أعلى. هذا هو اللي أكسبتابل. أقل منها بور تعتبر ريلايبيليتي. بمعنى شنو؟ بمعنى أن الكوشنير هذا لو أنت كررته مرة أخرى هعطيك نتائج مختلفة من غير ما ندير تيست ريتست. نحسب هذا هي نعرف بها الريلايبيليتي ويحسبوا فيها حتى تو في الامتحانات أنا في الامسكيوز ولني تندار الريلايبيليتي هذا للأسئلة. الريلايبيليتي هتحسبها للكوشنير كله وممكن تحسبها لكل دومين. كل دومين تدير له ريلايبيليتي بروح هاي وكلهم لازم وممكن تديرها لكل ايتم وكلهم لازم يكون الايتمز والله البارس اللي يقدر الريلايبيليتي بتاعهم بور. يعني طبعا هذا كله انت بتديره في البري تيستر باش تصلح روحك. لكن لو طلعت لك بعدين فلتت منك حاجه وطلعت لك بعدين في البيبر الاصليه ممكن تدير بري تيست ان الناس تجاوب خلاص انت الفورم تم نهائي نعطي ناس بايلوت اخرى تجاوبها جاوبها وما تقوليش اوبينيون في الاسئله جاوبها لي في عدد صغير باش انا ننتبه لو ان في فعلا فيه لنا مشكله. لو انت في السامبل الاصليه وطلع لك فيه وحدات مش ريلايبل هذه حتى الانتربريتيشن بتاعها انت بتستثنيه بعدين خرب لك جزء من الستادي بتاعك. الفريكونسي اوف ايتش انسر كل سؤال اللي قال عليه يس كم في المية اللي قال عليه نو كم في المية اللي اختاروا سترونجلي اجري كم في المية اللي قالوا دونت اجري كم في المية كل ايتم توا بتدير لي الفريكونسيز بتاعتها. المين سكيل اوف ايتش كويشن اند ايتش دايمنشن اذا كان انت مداير مثلا ليكارت سكيل من واحد الى خمسة المين كم تاع السؤال هذا واحد واختار واحد ثلاثة مختارين اربعة سبعة مختارين ثلاثة ثمانية مختارين خمسة المين كم بتحسب المين هنا بتاعهم بتاع كل كويشن وبعدين بتاع كل دايمنشن باهي. هنا الريسبونس قلنا لازم يكون فوق 70% انت باش تزيد الريسبونس ريت فولو اب ريسبوندرز ريجولار كونتاكت كل شوي دز له ريمايندر ايميل باهي كذا شن صار كل اسبوع كل 10 ايام شن صار باهي باش تحفز انه يدير. فلكسبيليتي اراوند ديدلاينز ما تكتفش هو في النهايه فولنتير لا ماليش علاقة بيك قبل الجمعة الدزالية بلاش أنا مشتغلش عندك أنا فولنتير قولي لا براحتك ماليش عندك حتى يوم اثنين ثلاثة أسبوع أمتى يناسبك باهي كذا باهي أنت اللي محتاج لأن يجاوب عليك هذا كوشنير ما هوش هو يشتغل عندك عمل لازم تديره تعبيه باهي. هذا كوشنير أنت مختار سامبل عشوائية الناس تبي تجاوب على الكوشنير فتعطيهم شوية فلكسبيليتي في الديدلاينز. individual thanks for thank you مسج دي ما تردين بش ايش هو في المسج في الكوشنير هذا انتهى لكن انت مهم هذا ما تستحق له في كوشنير اخر يقول لك لا انا اظن فكني منهم فانت لازم ما كملت مش عندك بمصلحة تفوت دز له رسالة شكر وكذا وتشعر منه المرة الجاية لما دز له يقول لك والله الناس اظن ما نقدرش نقول لهم لا ويجي كوشنير يقول لك اظن ما يرد عليه ما يحترموش في حد فلازم انت تحاول لان هذه فيها نوع من يعني كوميونيكيشن سكيلز انت تضمن الناس انها تقعد ديما معك. هذا كرومباخ الفا حكينا عليه الريلايبيليتي قلنا الريلايبيليتي كوفيسنت ثيوريتيكلي رينج من زيرو للواحد لكن عمره ما في ريلايبيليتي زيرو وعمره ما في ريلايبيليتي واحد. انت يو هاف تو بي سم وير ان بتوين باهي. ريلايبيليتي كوفيسنت اوف 0.7 اور هاير از كونسيدرد اكسبتبل ان موست سوشيال ساينس ريسيرش سيتويشن. هذين كلهن يعني باهي اللي من 9.9 فوق اكسلنت من 0.8.9 جود 0.7.8 اكسبتبل تحت خلاص اقل من 0.7 يقعد كوشنبل تحت 0.6 بور تحت 0.5 ان اكسبتبل. طبعا مرات راهو الساينسز يفرق هذا الجنرال مرات تلقى علم معين قابل لك برقم اقل شويه وعلم اخر مرات ما يرضاش برقم مرات اكبر من هذا هذين هذا الجنرال مقبول في اغلب العلوم لكن في علوم معينه قد
تفرض أشياء مختلفة. كي هذين references اللي بعدين عندني هنرفعها المحاضرة على الجروب توزعوا عليكم. ديروا بوست تيست وبعدين ناخذوا questions.